خصوص داليا البحيري صحيح، انا مش ناسيلها مره لما كلت قلب اسد كده وشتمت ابو تريكه. بص يا داليا، انت يا داليا تشتمي ابو تريكه؟ ايه اللي جاب يا داليا القلعه؟ لا مؤاخذه القلعه، القلعه جنب البحر. ازاي يعني؟ وباي وش يا جماعه بصراحه داليا البحيري تشتم ابو تريكه؟ ازاي؟ هرجعكم البوست قديم شويه بس مهم، تعالوا كده نشوفه مع بعض. قالت ايه؟ ديدي محمود بتقول لك ايه؟ ابو تريكه ارهابي من قبل ما يساند الاخوان، خلقته بتقول ارهابي، خلقته بتقول ارهابي يا ديدي. ايه ديدي؟ ايه ديدي؟ ابو تريكه ارهابي؟ وكمان يعني انا مستغرب بصراحه، يعني ازاي داليا البحيري تقول على ابو تريكه كده؟ وزي ما قال المتنبي بصراحه، اذا اتتك مذمه من ناقص فهي شهاده بانك كامل. هو دايما العين بتبص على اللي اعلى منها والانضف منها، وابو تريكه اكيد انضف بكتير ما بينه وما بين ديدي البحيري سنين ضوئيه في النظافه والطهر والعفاف. فهي دايما بتبص على اللي اعلى منها. يعني عايز اقول لكم ان احنا دايما يا جماعه كده تلاقي الاشخاص اللي عندهم نقص بعد الشر عنكم يعني، وعندهم امراض نفسيه عايزين يشوهوا، ما تمشي معايا شويه يا عم الحاج، عايزين يشوهوا الشخصيات اللي هي النظيفه بس عشان هم بقى انضف منها. لا، هي الفكره ان المتسخ عايز الكل يبقى متسخ زيه، بس مهما عملتوا مش هتعرفوا تشوهوا صوره الماجيكو ابو تريكه، ومهما حاولتوا تشوهوه او تفتروا على الراجل، تاريخه الرياضي بيشهد عليه وتاريخه الاخلاقي بيشهد له، ومفيش اكبر من انصاف الفيفا نفسها لتاريخ اللاعب. بص كده، ابو تريكه على قائمه فيفا، هل يصبح افضل لاعب بكاس العالم للانديه؟ ابو تريكه يا جماعه ضمن افضل اللعيبه في تاريخ البطوله، هو والجزائري حمدي الهون لاعب الترجي التونسي. تقدير كبير جدا من الفيفا لتاريخ اللاعب، لكن مش بس الفيفا اللي بينصف محمد ابو تريكه، ده كمان مدربينه بينصفوه. وتوقعوا بقى مين المدرب اللي انصفه؟ مدرب منتخب مصر، عرفتوه؟ كله هيقول لك حسن شحاته، هقول لك لا، تعالوا بقى اما اعرفكم لما نشوف الخبر ده مين المدرب اللي اتكلم في حق ابو تريكه. مدرب مصر السابق ابو تريكه افضل قائد دربته، مين هو؟ الامريكي بوب برادلي، المدير الفني الاسبق للمنتخب المصري لكره القدم، قال ان محمد ابو تريكه اسطوره النادي الاهلي، وصفه بالقائد الافضل الذي لعب تحت قيادته طيله مشواره التدريبي على الاطلاق. اهو يا عم، ادي واحد لا من ديني ولا من دينك، الامريكي برادلي بيقول ان افضل قائد دربه هو ابو تريكه. خلوا بالكم برادلي ده مش سهل يعني كده، مش مدرب مطبلاتي ولا جاي من تحت السلم، ده واحد درب اكبر منتخب امريكا، ولعب معاه نهائي كاس القارات، وعمل تاريخ كبير جدا مع المنتخب الامريكي. فلما يقول حاجه زي دي اعرف على طول ان هو لا بيجامل ولا بيطبل. وعلى فكره ما كانش برادلي بس، كمان كل اللي قعدوا مع ابو تريكه او زملوه قالوا نفس الكلام بس بصيغ طبعا مختلفه. تعالوا نسمع ونشوف. تاني ان انا كنت اتمنى ابو تريكه يجيب فيا هدف عشان يتضاف في تاريخي، ان ابو تريكه جاب هدف في عصام الحضري. ابو تريكه اسطوره في الكره المصريه والواجهه المشرقه بالنسبه للكره العربيه بوجهه نظري. انضف شخصيه ممكن تتعامل معاها في كل حاجه. انا كنت اتمنى لكابتن ابو تريكه يبقى موجود ويلعب معاه. ما فيش حد هيجي زي ده. طيب الصديق والغريب بيتكلموا عن تريكه بكل حب وفخر. اكيد امثال داليا البحيري كلامها مش هيفرق مع تريكه، عشان تريكه كلامه بيطلع من قلبه وبيدخل القلب على طول. انا احب بلدي من بعناية بقلبي. والصاد وزيدان هي خطيره، والصاد والصعبه، وامكانيه، وجول وجول بوتريكه، بوتريكا ريح لك على ريكا واعمل لك مزيكا واستمتع ببوتريكا. 1-0 في كل التاريخ المصري الكروي، لم يوجد لاعب مثل بوتريكا. اهداف لها سجل وارشيف. وبعد التكريم الفيفا شفنا مظاهره حب على تويتر لامير القلوب محمد ابو تريكا، والبدايه من رامي اللي قال له في التغريده بتاعته، تعالوا نشوف رامي قال ايه. اهم حاجه في ابو تريكه اخلاقه العاليه وابتسامته المعهوده وانتمائه للاهلي، امير القلوب الارهابي المحبوب في القلوب دايما، تريكه ضمن الافضل عالميا. محمد كمان علق وقال في التويتر بتاعته او البوست بتاعه، كنت وما زلت وستظل تسعد القلوب يا ارهابي القلوب، تريكه ضمن الافضل عالميا، ابو تريكه مش محتاج
اعلام. كمان نجمه في السماء قالت بعد اعتزال ابو تريكه ما بقاش فارق معانا مين يمشي ومين يقعد، ما حدش اخلص للاهلي زي تريكه، ما حدش حب الاهلي وجمهوره زي تريكه، احنا ما حبيناش ولا بنحب ولا هنحب حد زي كاتريكه، لقب امير القلوب ما كانش ليك من فراغ.